ومن أصول الحياة الطيبة المعافاة في الأبدان، ومن رزق مع الإيمان عافية في الأبدان فعافية في البدن فقد جمع الله عز وجل له الخير، جمع الله عز وجل له الخير. ولذا رقى نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب الناس فقال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وجاءه عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. ثم غاب أياما فجاءه فقال: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال: يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لعظم العافية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خير ما يسأله العبد ومن خير ما يدعو به العبد.